السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم معنا مقطع جديد من لعبة فورتنايت، وفي هذا المقطع راح نسوي تحديات الصيف، تحديات ال14 يوم. وقبل ما أبدأ الله يعطيكم العافية، أتمنى الاشتراك في القناة، لايك للمقطع ونشر المقطع. خلونا نبدأ. عشان تسوون التحدي أول شيء لازم تشكرون الباص. حاليا أنا عندي أشكر الباص بسهم تحت، أكون كذا شكرت الباص. وبعدها لازم اوصل للتوب 20، يعني لازم اوصل للمركز 20، يعني ما اموت الا لما يجي الرقم 20، عارفين؟ وبكذا نكون وصلنا لنهاية المقطع. زي ما شفتوا سوينا التحدي، اتمنى الاشتراك في القناة، لايك للمقطع، نشر المقطع، واللي عنده اي استفسار يكتب لي في الكومنت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.